اليوم الرابع على التوالي. صار لنا لحد الان مظاهرين، هاي اليوم رابع. فكل الكادر متمثل من بي اس دي الى حرس وباقي القوة العاملة الموجودة حاليا بالموقع، احنا ناس عندنا مطالب وعندنا حقوق. فاحنا قدمنا عدة مقترحات للشركة، والظاهر الشركة مالتنا ما تريد تجاوب ويانا بهاي الامور. كل مطالبنا كانت مشروعة وقانونية وما بها اي اشكال من حيث الامور القانونية والرسمية. امس توصلنا الى حل مع الشركة، فالشركة كان جوابها انه منتظرين الامر منين يجي من دبي على مود يصدرون مستحقاتنا ويصدرون اوامرنا. ما عندنا اي اشكال بعودة العمل مرة ثانية. اليوم تفاجئنا بقرار صارم واللي هو يتمثل باستقالة ومنع 9 نفرات من جماعتنا اللي هم جاي يمثلوننا، واحنا اللي ناخذ اوامر من عندهم ويعتبرون هم الوجه الرئيسي واللي يوصلون الصوت ان باقي الشركه وباقي ويتكفلون الامور القانونيه. اليوم كان عندنا مطلب بالنسبه لنا، لان الصراحه حيل اثر علينا القرار مال جماعتنا، فاللي نريده من عندهم اولا يرجعون جماعتنا للشغل مع تقديم عذر وكتاب رسمي للكادر كله والموافق على كافه حقوقنا. وبالنسبه لنا احنا اعتصامنا مفتوح، لا بتخريب ولا بإساءة للعمل ولا بشغب. ناس منظمين وثلاث أرباع الولد أصحاب خبرة وقدماء بالعمل، أقل واحد فيهم صار له تقريبا 14 سنة. فإذا مثلا يعني يرجوني يصورون للعالم أو ينقلون رسالة بأن إحنا ناس مخربين، إحنا ناس منظمين إلى أبعد الحدود، وكل إحنا ما عندنا أي مشكلة، وناس أنتم جاي تشوفون لا سوينا قطع طريق ولا منعنا عمل ولا أذنانا واحد، بس عندنا إدارة متمثلة بالأجانب ناس ما تحترم، وكل إحجاية والثانية قالوا إحنا مشترين الدولة. فأنا بالنسبة إلى رسالتي لأي برلماني لأي عراقي شريف لأي ضابط لأي مسؤول بصراوي غير بصراوي يجي يتدخل بهاي القضية مالتنا وينصفنا، لأن إذا بقينا على الأجانب حقنا راح يروح وأرزاقنا كلها مهددة بالتبطيل.